انت مشغول بايه؟ ايه اغنيه سيبوه؟ سيبوه يعني نسيب الحاجه الوحشه، الغنى الوحش بقى، ونروح للحاجات الحلوه، ولا نسيب يعني بالظبط. نسيب مين بالظبط يعني؟ هي ليها معاني كتيرة، قول سيبوه لي وانا يفكر مش هقول فيها. لحد يعني، ده بيني وبينك يعني. لا أنا عايز أوضح بقى إن أغنية سيبوه دي مش موجهة لأي حد تمام. خالص، وأعتقد لو أنا عايز أوجهها لأي شخص أو أي حد كنت طلعت وقلت سبت الناس تفكر زي ما هي بتفكر، لكن أنا طلعت كدبت الكلام ده كله عشان أنا عايز النجاح يكون لعمرو مصطفى، نجاح لعمرو فقط مش لشخص تاني مجرد الأغنية إنه أنت اللي ارتبط بس. بتغنيها يا عمرو ومن ألحانك. أغنية كل ما أنا ما بغنيش من ألحان، عمري ما غنيت من ألحان أي حد. طب ما تيجي نسمع كده وبعدين نرجع نسألك سؤال، ليه ما تغنيش من ألحان حد طالما أنت بتغني؟ نسمع الأول، إيه رأيك؟